أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. بصلي من كل قلبي أنك تتبارك من خلال هذه الحلقة. هذه الحلقة هي عبارة عن دعوة، وهذه الدعوة منشوفها مكررة كتير بالكتاب المقدس، في أسفار الأنبياء، في أقوال الأنبياء، وطبعا في أسفار العهد الجديد، هو الرجوع إلى الرب. وفي استخدام لكلمات كثيرة، أحيانا بيستخدم ارجعوا أو توبوا، وكلمات كثيرة تعبر عن الرجوع إلى الرب. وطالما نحن بعدنا في بداية السنة الجديدة، بعتقد يمكن أهم رسالة نسمعها اليوم هو الرجوع إلى الرب، سواء الرسالة للمؤمنين وغير المؤمنين. وأنا بصلي من كل قلبي أن اليوم يكون في رجوع حقيقي للرب، ويكون في لمسة بركة ولمسة شفاء على كل قلب، ويكون في استرجاع، استرداد، تعويض اليوم، حتى نستمر أحبائي في الحاضر بنعمة الرب وبقوة الرب وبركة الرب. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل القصير.